وغرين صحافة كلا دول إميليا دمانتين وانسلاميا عن طلاب الإسلامية دمان شعب سوريا سمالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من طلاب روح عن فهمني بي أنا واحد لما ضع الله ضحس في معارض يبعدي وطني يقوى خلوط حاجة سنبا ورضا ما هذا فرمي وحانا استورة سنوة واحدة نسوي ديني حرارة أضغي وضع ما تكفره لما حرارة أضغي ظروف أضغي المرأيو من سياسة ده من معيشة ده من حقوق ده إن شديد دوين الله من سوني وحوي إن الله فضل بود درنا من الحكومة بود درنا من أن درنا شعب إن أنا مو شو قال بين هذا وحوي وحلا سوايا وحوي ودورشة يدورشة بمنه مثل ما صحيا وضد كوالا المسيح الكريم وحال الله اللي يتحسبي لنا عارض وعيدي ورشدي ورضا الله يسمى هايو ورشدي ورضا ما الله بنيا مسلا ما بنيا ورشدي ورضا ويفرنت وين كوي فري ورضي رشترين شكو دي لسعودة هو شو دي لسعودة وحال الله يسمى هايو وحوي وحصود دي عيو عيو وحوي والله بضد ورش من نوع حير من نوع من تسوريين سيجمين كل المدين تبا من تبا سلسوريسين فكرة لوك الدوير الوطا سينا مرتاوحي كانتي إن شرعيتي إن عدو بعد جعان تقارته حسبي لهم عارض من حق بيوليين إن المضهرادا ويسيس سلمية المضهرادا وقضت الله بيصنانا دي تسوك يا شيئية إن قفوا الله يقرر والله يعدوا الله بيدي سلامه لتتوفيك تودنا يوي بكران سي شرعي الواقف سنوى أنا حوض تسوك يا ليين عدنا أنا كفان كريمين وحنا نمكاين حبيبنا نبادر كيسين بوليسي هايدي مبيدي بوليسو وهبيه والله تأتي في كل صور ديها شباب ولا يلا مقر مقر ليو ولا يعدي صوح الله ومصاصة ومرا عينا أنو حويد وحان قرن واي قورت بوليسو ونمضي حسي في كمي ده حسي في غير كمي ده كلمية أما وكم من مبيد نيتو بوليسو سوى سوى شرع الالية ما شرع فلين وحو الله تتكو إلى الالية شرع الالية أنا ما شرع دردنو وضنو أولا من حول لنا هاي تليا بولي سوى فيلي ميالي نبولي أو والله يا ميالي نبولي أو عدي صباح را رصاصة من عينا دي عدة مضاراتها كباضي وحسيري معارتها عدة هوش الله وضع وانا وحي لما هو شعب كمتل لنا صوته دي أنا قولي موطو خبنا موطو دقال موطو حتى مضاع من حتى قولي سيدي لوشدو مرقا من قرمي تليم ماش وككك هاي أوليه هاي عدة قرية وطير خاصة الله دعوة وعن قلية تلي مكا رانيسو يا قلية هاي أسفت الله يا إميكا وعن شراء حوها مواطن اللي يعرض وأسرية ومجلس اللي يعرض آل عبد الله على ولا هذا وكمية هاي عيدة بوليسة يقوم بالخسارات وكمية سوها هو قدر كتلة طارق مكايد ايتيمي oo dabaaldegii qaranada Soomaaliland lagu jiro ayuunkaasi shil galay shil galay waxa ku dhintay laba burxun oo askar ah 12 oo qofna ku dhaawacmay hadduu qarar ku shaqeeyay ninkaasi ma dilin askarta lama dilin haddana maxkamaddu ciidamadu waxay ku xukuntay ninkaasi 4 sano oo xadiga inuu laba nin ee gaari uu waday isaga soo tiisay sheekada ay laba toodi bixi 12 kan la dhaawaco 8 dollar oo خلاص بقى حقه دي هذا المرينة يا أم حكمت رجع فان كابع دت في سي دقيقة في شهر طبعاً أرد تليا يا حمد يا اللي بدو دولي سطور حمد ريا أمر وتلي من اللي هي خارطة تطلع كي قال يا لقى اللي بعيدين كيسي سوى من تكلم عن جلين هي ما طرت هي الكاميرات وقى كسر عيد دول المدو يا قصة قيني سيادي كويلاني واي وقى بوليس نمدي أمر كيل يكرد بنتي كويلاني واي وقرر يا الله تعالى بوليس كل هذا الوعي إمام مكاري أنت هو اللي أفضل صلى الله وحكمي هاي بحاجة الوقت اللي قدروا لي وقال خاصر الله ورطو عيدة كتستوى عن فريد المدر يا أرط وقالوا نصيحي لي ورسر لي عيدة الولية حبدة كتورد وطاقة هاي وحبدة الله بحاجة الله بغلاء يتوب لا حبدة كتورد هذا هو المدر على المتسية الويدين تنكلا اشتغل دير اكتين هستوحي بوليسو وهي تقول رأي هدي أي ما توحي يا شو أما الله ما يلا قد دعوتي على العقاب وتهالك ولما أنت أوليس كويمي تليها نصبي ما ممتوش شكرا لك في السنة الحوية
mar walba taliyuhu ka gabaashiya iyo wasiirkan uu ka gabaashiyaan wadankan waa loo soo dagaalamay, wadankan nabadgelyadiisa la ilaaliyo. Tusaale baan siinaya, madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa mujaahid, wuxuu u soo dagaalamay dadkan iyo dalkan, wuxuu xorriyadda u soo dagaalamay. Wasiirkan baa guddu wuxuu ahaa mujaahid, waa soo dagaalamay. Taliyaha ciidamada mar walba wuxuu sheegay sida uu soo dagaalamay. Adduunka halkee lagu arkay ninku yiri nin le freedom fighter baa ahaa oo ku faanaya oo freedomkii uu dadku leeyahay oo aan dagaalamay freedomkoodii xorriyadoodii maanta leeyahay maxay tolayeen xorriyadii ma exercise jirtaan oo ma dhaqaajin jirtaan. Runtii aan waxaan leeyahay dadka waxba yeelay ma jiraan leeyahay. Mudaaradkaas uu dhacayaa si salmiyad uu dhacayaa si nabadgelyaana uu dhacayaa anigu waa dad baan ahay qaralkaas aan dhaartay anigu ma jecli in waddankan taakeer oo nabadgelyo ay dhacdo. Laakiin dadka xorriyadeeda maalin walba in dadka xorriyadooda lagu cabsiyo nabadgelyada la xumeeyaa nabadgelyada sidana maanta madaxweynuhu gudi saabu kuna kriyeen in la garin in tagayo waa dadka ardayda oo qofka soo saarayo oo waa tan mudaharaad in dadka gobolka soo saarayo waxa maanta aan shar ka dhigay waxa xisbiyada mucaaradkaana maantooda shar darar ka dhigay ama garanay dadkan wala jecel madaxiin ma nagaa muwaadiniin ahayn wadankan xaq u lahayn bulshada ayay u diin doona. Kulli Soomaaliyeen kursiga ku fadhiya oo la soo dhigayo waxa kala qabsan ma jiraan wararka xaqiiqda ah ee waxa kamid ah kuwa madaxweynuhu uu yiri tabaan mudaharaadaya waxaan u diri doonaa inuu sharafi shacabada rigsta raadii mudaharaadayaana xidda dawliga ee uu diray ayuu sharafi shooda uu diray cid kale ma hayo waa wadaba kale yadoo ka sidoon haysta yadoo ka inaan xatiir lahaado waxa la isku hayaa waa doorasho madaxweynaha doorashadii qabo anigu weli waxaan ogahay inaad diyaar u tahay doorasho oo aad markii hore raali aadan ururadan la furo aadan ka ahayn maanta aan dhaw iyo laba sano ka joogtay baad ururadii u soo celisay iyadoo ay weli aan digdigii xasuusiyay iyadoo ay weli laba iyo lixda mudan oo kulmiya ay xaydkii ururada hore ay ku fureen adiga oo ay guurshii ku furtay oo markii dambe aad lagu keenay haddaba maantii saxiix lahayd xeerka maanta waxa uu wadan galay mabay dhacdeenba waxa sunna waxa uu sunnaa sidii kala maaha way sidii dadka xisbiga wadanka dhacay iyo ninka xisbiga loo dhibay gudoomiyimada ahayn xisbiga wadanka waxa uu wadanka halka ay ka bilaabmeen annu ma waxa kale gudoway wadanka baa qaranada iyo wadanka Soomaaliland iyo siyaasadeedii iyo doorashooyinkoodii xisbiga dadka kala qaxsaday waxa uu soo jeedinayaa madaxweynaha madaxweynaha qaranka baarta umadana adiga hurmuudba doorasho aan la isla ogolayn oo aanay xisbiyadu mucaaradku aanay taali ka ahayn oo ciddii ay waxaan ka dhexaysay ee baaritaanka shimsi ka ahaa ee stakeholders ka ahaa aanay taali ka ahayn ama aanay soo weyn waddanka ka dhimaysay madaxweynaha taa ugu waxaan ka rabaa inaan aan fariin u diro guurtida ama dunida ama guurtida waa weyno madaxweynuhu waa kii diiday salaamintii iyo caqiladii xidigu uu diiday markii dambe labadii gudoomiyuhu halkaa waa gelaysaan labadii gudoomiye markii dambe ee gudoomiye Salaamaan xisbiyada mucaaradka waxa ku soo celiyay war xalay ma haye waxa samayn kan sameeyay gudoomiye afkaasi afkii gudoomiye ma aha hoosii waxa ku jirtaa muxuu ahaa Ilaahay Axmed Saac Xaj Cabdiwaraabe iyo Shafiif Sheekh Madani ayaa ku jirtaa mudane gudoomiye toolka qaado oo gurtimada siyaasadda ka saar oo dhexna oo waxa wadanka dhacaya dadka tan toogala sheeg shirkadda jirtaana waa ayaa dar weyn madaxweynaan xilmanadiisii maqlayn guliisii baarlamaanka maqlayn guurtiisii aan maqlayn salaadintii uu soo qabashay aan maqlayn aftiyaashii aan maqlayn seediyadii aan maqlayn cid alla cid alla ganacsatiisii aan maqlayn cid alla cid uu maqlayn aanay jirin wadankana one man show lagu waday maayo madaxweyne ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa wadanka aan soo jeedinayaa shacabka Soomaaliland u diyaar garoobay mudaharaad salmiya waan dacayaa sida uu qasiyaa badan leh nabadda noo ilaalinayna mudaharaadka noo ilaalinayna insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi